أهلا بكم. إذن حسب العين الرياضية وحسب الكيب الفرنسية، فإن ليون قرر وضع عدة نجوم من بينهم إسلام سليمان على لائحة الانتقالات خلال الفترة المتبقية من هذا الميركاتو الصيفي، وتبعا لذلك سيكون سليمان خارج حسابات ليون خلال المواجهتين التي تسبقان فترة التوقف الدولي المقبلة. وقد يقرر الناخب الوطني جمال الماضي عدم استدعاء سليماني لمعسكر المنتخب المقبل في حال تأكد عدم مشاركة سليماني في المباراتين المقبلتين لليون الفرنسي، ولكن هناك عدة بدائل لإسلام سليماني كبغداد بوجاه وأوندي ديلور المتألق في الدوري الفرنسي. للتذكير، فإن المنتخب الجزائري سهل التصفيات بمباراة أمام جيبوتي في بوليدا ثم مباراة أمام بوركينا فاسو في مراكش المغربية. بالتوفيق للخضر، لا تنسوا توقعاتكم في التعليق وشكرا لكم.